استاذ سامي، جايزه الاهلي كانت عن الوحده الاقتصاديه بالظبط اللي بتتضمنها ميزانيه النادي الاهلي واعمال المجلس المنتهي ولايته للجمعيه يوم الجمعه. ده الوحده الاقتصاديه كعمل مبتكر، انت حضرتك رايك شفت ايه؟ يعني انا بقف اولا بحيي الاستاذ محمد على العرض الجميل اللي قدمه لنا. ولكن طبعا مساله الوحده الاقتصاديه دي حاجه طفره بالنسبه للرياضه المصريه خالص، شهاده خاصه جدا. صحيح. النادي الاهلي كعادته في القياده والمبادرات انه قائد قاطره الرياضه المصريه، ده ما فيهاش شك ولا يعني مراجعه، يعني انه يحقق هذا البند، مش مجرد بس انه اثبات لجداره المجلس القائم اللي موجود دلوقتي برئاسه الكابتن الخطيب، ولكن طبعا لكيان الاهلي نفسه انه بيفكر دايما خطوات لقدام. يعني مش الرياضه كانت معروفه لحد عقود قريبه في مصر ان هي كوره وباسكت ومسابقات كرويه ومسابقات في مختلف الالعاب، ودخل بتجيبه من التذاكر ومن الاعلانات، ودخل تقليدي جدا. ده دخل تقليدي جدا من العضويات والتذاكر، لكن ان اعمل كيانات اقتصاديه خلاص، يبقى انا بخش خطوه نحو العالميه. بالظبط. دي القيمه اللي خدها النادي الاهلي في بجائزه دي، وشهاده يعني عظيمه جدا. وانا سعيد جدا ان النادي الاهلي يعني يتحصل على هذه الجائزه، وانا بعتبرها شهاده مش جائزه. ايوه. يعني اكثر منها يعني من جائزه ماليه او شهاده تقدير عن عمل مجلس لاداره النادي الاهلي. ان هم عندهم فكر، عندهم خطوات على الارض يعني بتتاخد بشكل ايجابي، تطوير حقيقي من سنه بعد سنه. فيعني النهارده يعني ده بيخلي كل الكيانات الرياضيه في مصر تفكر نفس التفكير، ان يعني ما تبقاش حمل على الدوله كما كان في السابق، واحنا يعني معاشرين هذا الوضع، ولكن ان هي يكون عندها فكر اقتصادي حقيقي، لان التطوير الرياضي حاليا ما ينفعش الا بتطوير اقتصادي. وده اللي عمله الاهلي، وانا بحيي مجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب، واتمنى ان الفتره الجايه مع التحركات الاقتصاديه اللي احنا عارفينها، الشركات اللي اتعملت، يكون الطفره على ارض الواقع فعلا، ونشوف انجازات حقيقيه للاهلي كمؤسسه اقتصاديه بجانب انه كيان رياضي ومجتمعي يعني.